في إطار استعداد النيابة العامة لتنفيذ قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وحرصها على التطبيق الفاعل لأحكامه واستكمال إجراءاتها في هذا الصدد، انطلقت تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين أعمال الحلقة النقاشية الافتراضية حول مساهمات المجتمع المدني في تحقيق المصالح الفضلى للطفل والعقوبات البديلة للأطفال في ضوء قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك بحضور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، حيث بحث المشاركون تعزيز قدرات مؤسسات الدولة في إنفاذ أحكام هذا القانون من خلال إرساء البنية القانونية والفنية التي تكفل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى خلال مباشرة الدعوى الجنائية أو عند فرض تدابير الحماية القانونية المقررة لحمايته من التعرض للخطر أو سوء المعاملة. وفي ذات الإطار عرض الحاضرون رؤيتهم حول سبل تقديم البرامج التأهيلية والتدريبية التي تناسب الأطفال. وقد ألقى سعادة النائب العام كلمة أشاد فيها بالتعديلات التشريعية التي انتهجها المشرع خلال السنوات الأخيرة لتضمن تطبيقا سديدا لتلك القوانين وإعمالا فعالا ومجديا لأحكامها من أجل تحقيق المستهدف الأساسي منها ولضمان الأثر الاجتماعي المنظور منها. برعاية كريمة من سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين وبحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نظمت النيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية حلقة نقاشية بعنوان دور المجتمع المدني في المساهمة في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل والعقوبات البديلة للأطفال، وقد شارك فيها عدد من السادة القضاء وأعضاء النيابة العامة وممثلين عدد من الجهات الحكومية، ضمت وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وممثلي عدد من المؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفولة والمرأة والعمل التطوعي والخيري. وقد تناولت هذه الحلقة استعراض لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وبما حققه من ريادة تشريعية لمملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي من خلال رفع سن الطفل إلى 18 سنة واستحداث محاكم العدالة الإصلاحية للطفل لاختيار التدبير أو العقوبة التي تتفق مع الأحكام القانونية لمعاملة الطفل جنائياً. وأيضا تم إلقاء الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني ومساهمتها في النهوض بمنظومة العدالة الإصلاحية للطفل ورعاية مصالحه وما يمكن تقديمه من أوجه العون والمساعدة والتي من شأنها أن تعزز مصلحة الفضلة.